لعل هذا المشهد يبدو غريبا للوهلة الأولى في منطقة تسيطر عليها المعارضة على تخوم العاصمة السورية، إذ لم يعتد حي تشرين الدمشقي البسيط على مظاهر الفرح هذه والبهجة بين أزقته المكتظة بالسكان كعادتها. نحن هون موجودين في ساحة العيد حي تشرين الدمشقي مشان أي خلاف صار ولا أي ولد وقع من المرجوحة ولا أي تفاضل هون يصير مع أي شب مع أي شيء دغري نحله. إن شاء الله هيك كل عام وأنتم بخير، ومثل ما بشار الأسد صلى الداريا نحن رح نصلي بالقصر بإذن الله. أتاحت رغم هشاشتها هدنة وقف إطلاق النار لهؤلاء المدنيين فرصة للترويح عن أنفسهم ولو بالقليل في أيام عيد الأضحى الذي مر على البلاد بفرحة كانت فارقته لأعوام عدة، إلا أن حي تشرين الفقيرة المهمشة إلى حد ما قد يكون الأوفر حظا من هذه الفرحة المفاجئة. أنا مثل ما شفتوا المراجيح اللي كانت بحي تشرين والأعياد اللي موجودة هي موجودة ضمن الحارات والأزقة، يعني الهدف منها كان التخفيف عن الأطفال، مع العلم أنه قسم كبير من الأطفال الموجودين بحي تشرين من أبناء الغوطة اللي عاشوا بالقصف وعاشوا الدمار اللي تحت وعاشوا الطيران والحرب، فكانت هي الساحة والمراجيح الموجودة ضمن الحارات للتخفيف عنهم نوعا ما. احتضن الحي مئات العوائل النازحة من ريف دمشق، أواهم كأبنائه وشاركهم بما يملك وقاسمهم فرحة حرم النظام أطفالهم منها، فيما تبقى آمال أهله وآمال الضيوف معلقة صوب واقع أفضل.